أخرى. ولواش ما تتذكر إنه الناس يلي وصلوا لمكان أنت بتحب توصلوا شو ما كان، كانوا مثلهم مثلك، تعبوا على حالهم وصبروا لحتى وصلوا. اعترف بانه انت الضعيف يلي حاطط حواجز نفسيه كذابه لحالك، على طول مستني مين يساعدك، وعلى طول مستني مين يمسك ايدك ويطلعك. صدقني انه الموهبه ما بتخبي حالها، عقلك هو يلي بيخبيها لما ما يكون واثق فيها. موهبتك او شغلك او اي شيء بتعمله ان كان مميز فرح ينتشر وينعرف ويحبوه الناس، وإن ما حبوه إطلاقاً فالمشكلة كمان فيك. لازم تطورها وتشتغل فيها وما تعيش بوهم إنك أحسن من الكل، وتقضيها عم تحكي عليهم وتسخر منهم وما عم تتحرك شبر واحد بتطوير نفسك. التطوير، تطوير الذات وتطوير المجتمعات وتطوير العلم بيوقف قدام عقبة الخطيئة. إن سألت حالك أو سألت أي حدا من أصحابك رح يكون الجواب إنه نحن متميزين وفيش حدا بيشبهنا، وما بنقبل إنه ننجمع مع غيرنا مجازيا بالحكي. يعني إن قلت لصبية أنتوا الصبايا كذا وكذا رح تقول لك لا تجمعني فيهم، بليز لا، أنا ما حدا بيشبه سرمايتي. وإن قلت لشاب أنت مثلك مثل هالشباب بقوم بنجن، رح يعمل حاله الهيرو يلي ما بيغلط، ولا في شاب مثله أخرى، وبقلب روبن هود الذي يمشي وحيدا في الغابات وحوله الأصدقاء. خلونا نسأل حالنا بالعتمة اللي كنت عم بحكي فيها أو تحت الضوء، يا ترى نحن بشو أحسن من غير؟ نحن مناح؟ طب فيش بني آدم مش منيح؟ حتى الفاسدين والأشرار والمستبدين هم ناس مناح وعندهم طيبة بس بلا أخلاق ومبادئ. طب السؤال الثاني كونه عم نحكي بأنه لا تشبهونا بالآخرين، إذا حضرتك أو حضرتك أو حضرتي بعد عمر طويل أو قصير متنا، شو رح تخسر البشرية؟ مش نحن عم نقول عن حالنا مميزين؟ شو هي هاي الميزة يلي رح تخسرها البشرية إن رحنا؟ طب بلاش، شو هي الميزة يلي رح يخسرها الوطن تاعنا إن رحنا؟ طب كمان بلاش، شو هي الميزة يلي رح تخسرها المدينة يلي نحن عايشين فيها إن رحنا؟ إن ما عرفنا نجاوب أو إن كان الجواب ولا إشي ما رح يخسر ولا إشي، إن كان رحيلنا عن هالدنيا مقتصر بإنه فقط أهلنا يبكوا علينا فنحن حيش الجميع مثل شو؟ مثل أي بقرة ماتت وأمها البقرة الكبيرة صارت تبكي عليها يا حرام. بس نحن بوعينا وبلا وعينا عم ننساق ورا الخطيئة بكل محور من محاور حياتنا. إن نزلوا صورة ممثلة وتمسخروا عليها بتلاقينا عم نسخر منها، إن نزلوا فيديو لممثل من أي لقاء حتى ولو ما في أي شيء بس لمجرد شفنا إنه آدمن جروب أو صاحب صفحة عم يسخر منه بنصير نحن كمان عم نسخر منه. هون ما عم بقولك إنه ما تعبر عن رأيك، عم حاول أقولك إنه خلي رأيك مجرد من أي تأثيرات خارجية، خلي رأيك بيشبه تعب أهلك عليك وعلى تربايتك بدون شتائم وبدون تجريح، وبتقدر بنص عجقة السخرية تكتب رأيك المختلف وتبدأ إعجابك فيه، وبتقدر إن صارت الموضة إنه الكل يلبس أصفر أنت تلبسي أحمر وتطلع. ما هي شو هي الموضة يلي عم تلاحبوها؟ هي عنوان لبق لنصير قطعان بنشبه بعض. لو إيش ما بنخترع الموضة نحن، لويش ما بنضل بنشبه حالنا نحن، ولويش بدل ما نرضي الناس والرأي العام نروح ونرضي حالنا ورأينا الشخصي الحقيقي، ولويش بنص أم عز الشمس والضوء بنضل مقررين إنه نعيش ببقعة عدن ونعتكف فيها وما نتجرأ نطلع منها نحن يلي حابسين حالنا فيها. ومن هون لنطلع منها في كثير قرارات وتغييرات لازم نتخذها، ومن هون لوقتها بنشوفكم بجزء ثاني من سلسلة نهايات غير متوقعة. والسلام علينا وعليكم.